اهلا بحضراتكم. والفقره الثانيه من البيت الكبير، الفقره الثانيه من البيت الكبير معانا نجم ذهبي، مهاجم من طراز رفيع جدا، مهاجم على مستوى تاريخ مصر كله يمكن ما جاش الستايل بتاعه، مهاجم على المستوى الفني وعلى المستوى التهديفي من اروع المهاجمين في مر العصور في تاريخ نادي المقاولين ونادي الاسماعيلي، موهبة كبيرة جدا، والموهبة دي كمان كانت ساهمت في انتقال نجمنا الكبير محمد صلاح من المقاولين لليفربول. نجمنا اللي موجود معانا النهارده هو مشرفنا الكابتن الكبير حمدي نوح. كابتن مساء الفل عليك. مساء الفل عليك. ومنورنا في البيت الكبير. مساء الفل يا كابتن هاني، وبشكرك يعني على التقديمة دي. لا يا كابتن، ده اقل حاجه. انا قلت لك الحمد لله ان انا بدات العب سردباك بعد ما حضرتك اعتزلت، كان هتبقى بالنسبه لي مشكله كبيره. كانت هتبقى مشكله كبيره قوي. لا بصراحه انت لاعب كبير واثبتت نفسك، وانت من اول الناس اللي راحوا المانيا وفي نادي بيرمن، وكنا كلنا بندعي لك ان ربنا يوفقك. ربنا يخليك. فعلا انت حضرت الاحتراف واديته بانتظامك واجتهادك، واللي وصلت ليه ده يعني مجهود كبير منك. لا طبعا، انت حضرتك تاريخ كبير جدا، وعندنا وهناقش مع حضرتك كذا ملف مهم جدا، ومش هلاقي انسب من حضرتك تكلمني على سبيل المثال ندرة الهدافين في مصر، مشكلة المهاجم في مصر بقالنا فترة طويلة، هنتكلم في محمد صلاح، ونتكلم كمان في مشوار حضرتك على مستوى على مستوى كلاعب، وحتى على المستوى التدريبي حضرتك كان ليه تجربة خارج مصر. بس خلينا نبدأ مع السادة المشاهدين ومع حضرتك بدايتك. أعتقد بدايتك كانت في نادي إسكو. نتكلم على بدايتك والتدرج بقى. هو أنا طبعا حضرتك كابتن هاني بدأت كأي حد لعيب كورة بيلعب كورة شراب في الشوارع وفي الحواري، طبيعي كلنا لعبنا. فكرة شراب هي دي اللي ادتنا التحمل، نلعب كورة شراب، نلعب بالساعتين ثلاثة وهي كرة صغيرة، فتخلي المهارة عندك عالية. صحيح. ياما لعيبة كانوا معايا بس حظهم وحش، ما قدروش يوصلوا للأندية. أنا كان في صديق ليا كابتن ابراهيم عزيز. ابراهيم عزيز ده كان لاعب في نادي اسكو وراح نادي الزمالك، وبعدين شافني كان عندي 17 سنه فوداني نادي اسكو. فروحت شفت قابلت الكابتن حسني ابو زيد والكابتن محمود شالش، فادوني مباراه وديه. تقريبا لعبت الشوط الاولاني وكان معايا الكاوتش بتاع باتا، عارف الكاوتش باتا اللي هو كان كله حته واحده جلد تقريبا او بلاستيك تقيل بالظبط. فنزلت لعبت بيه وكنت واخده من واحد صح. هو لعبت حضرتك مع الفريق الاول 17 سنه؟ لا رحت 17. ناشئين تحت 17 سنه. كانوا بيلعبوا مباراه وديه. وكان الكابتن حسني ابو زيد ده هو المدرب، وانا خدت من صاحبي ده البوت بتاعه، اسمه بوت، البوت بيبقى عريض شويه. فالمهم لعبت، رحت جايب جونين هدفين على طول. قالوا لي طيب انت بكره تيجي. قلت لهم طيب حاضر. ادور على اللي اداني البوت، قال لي لا معلش مش هروح معاك. قلت له طب انت ما تجيش اديني البوت. قال لي لا البوت مش هديهولك. المهم رحت بدون جزمه، مين اللي اداني جزمه؟ سامي السويسي كان لعيب. يعني حضرتك تاني يوم انتقلت، رحت النادي الاسكو، رحت تاني زي ما قالوا لك. بس طبعا كان ما رحت من غير لبس مفيش ادوات. المهم السويسي راح مديني، كان نفس المقاس بتاعي، فاداني الجزمه، اتمرنت، شافوني قالوا لي لا توقع. وقعت في نادي اسكو. قعدت في نادي اسكو يا كابتن هاني حضرتك 7 سنين. 7 سنين في اسكو.